يفيدوا ويضيفوا. مش عاوزه كلام، نسمع الدكتور عمرو هيقول ايه ونرجع لحضرتك تاني. ازاي دلوقتي سرقنا؟ لا ولا يهمك، انا بس كنت عاوز استمتع الحقيقه بالكلام الجميل. انا كنت عاوز بس تفكرنا بسرعه، فاكر انت المشروع العظيم بتاع القطاعات والبراعم؟ أيوة. والمجموعه الحلوه اللي كانت معاك، محسن خليفه وجمال اسماعيل ويحيى نور وابراهيم ابو زيد، ومجموعه كانت طيبه. مجموعه طيبه. هو طبعا يمكن الكابتن خورشيد بيقول ان دور القطاعات دوري قوي وعظيم، ويمكن ما قالش ان هذا الدوري او هذا التخطيط لدور القطاعات يمكن جه على ايد حضرتك وانت ماسك اتحاد الكوره، ويمكن شاركنا معاك انا والدكتور احمد خاطر في التخطيط وتنفيذ هذا الدوري ولمده سنتين، وعملنا بيه شغل كويس وما زال ماشي بقى بخطواته حتى الان بالقوه اللي احنا بدانا بيها. ايضا المشروع البراعم برضو خططناه مع بعض، وكان معانا مجموعه رائعه، محسن خليفه ويحيى نور وابراهيم ابو زيد وجمال اسماعيل وجمال عبد الله، وكان معانا مجموعه من المدربين الرومان ايضا، وعملنا لفه كويسه قوي على جميع محافظات مصر، واخترنا حوالي 100 ولد على اعلى مستوى تحت 14 سنه، وسلمناهم بعد كده للدكتور محمد علي اللي قادهم باقتدار وعمل برامج وقدر ان يكسب سادس عالم بهؤلاء الاولاد الذخيره اللي احنا عملناها كلنا وشاركنا فيها مع بعض. والحقيقه بقول ان اساس اي نجاح هو التخطيط، وان يكون في رجل قيادي على راس العمل الاداري، وكنت حضرتك ساعتها تمثل لنا القدوه الحسنه في هذا الامر بترتيب افكارك وتخطيطك الجيد المدعم بالخبرات العاليه في الاداره. وطبعا انت عارف يعني احنا بنحترم حضرتك في حاجات كتيره جدا، فانت راجل صاحب قرار وراجل امين وصادق وقيادي مميز، وزي ما قال الكابتن علي زيور والكابتن عبد الصالح، احنا بنقول ان الحب اولا ثم التخطيط والتنفيذ. عموما عشان الطايم انا عايز اقول لك ان النجاح بيجي مش من فرد، ولكن بيجي من العمل الجماعي. ايوه، فهو ده اللي احنا بنتمناه دايما، ان ده العمل عمل جماعي. هو ده واتمنى لك يا عمرو كده دايما النجاح في كل ما تصبو اليه باذن الله.